اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثنى أرواند أغف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناند أسمي غيد نزل الآية الكريمة يدي قارس ذي ربي مشبيح سبحانه وتعالى ذي قويسة وأنذر عشيرتك الأقربين الناس ذعود غرو فريد سيدي ربي إيقا ذيك قرب ذي مزورا إذا منيك ذي مزورا ونشتاقين أي مثلا ذي ندقوين كل العبد إنسيم المؤمن هذي يدعوني أغرب فريد سيدي ربي أدي وين غرب فريد سيدي ربي إيقا ذيك قرب إيقا ذيك سعى العلاقة إذا من أو إيقا ذي مزورا لقرص قويس وأنذر عشيرتك الأقربين كما يتمثل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ينزل الآية يسول يا صفية بنت عبد المطلب إذا عندي استقيم ويسول يا فاطمة بنت محمد تقيدي ليس إني يسول سعد دشارك تخدم غزة ربي ماشي ذين يعني في مسايين دونيت أين يضيف مت أثنى غوركت ولكن خذ ممت اين اثفمت ذي اخر ثنكت وزمي غير هذا كنت من عاغذي العذاب من سيدي ربي كان يتمثل المعنى يهدر يقدر يقرف نكثر واكثر بلي وساد الشاس نخدم الزفا ربي غسد الهند العمل الصالح ذي قناوين الف ازكى الزفا خلاق سبحانه وتعالى. من بعد في محمد صلى الله عليه وسلم يولي السفل قذرارنا مشطوح قزروني الصفا ذي نادي مكة المكرمة أي السواي إثفاميين من قريش يا بني عبد المطلب يا بني فهر من كل ثفامي سيدي سدام آسي قار ألو كان وندينيغ بالليم إلا كلام قعذاو اللي تهجيني مانيس باش يهجم في اللون الثير وذرارقين هذي ثمنم ننس أورنجر فران ذي كي كثب باش وكنت من لا خشيني نذاب نصح حاشا لما نركنا من إنيس نوش بحنا نفين صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إنيس غاس أسعف ذي سيد ربي وحد سوس خدم بلا شريكة من عم ذي العذاب من سيد ربي ألا كن يتراجون ماذا قلت كم رمذي تكريقين الزرطيت مثلا معناه هذا وخرن الشرك هذا وخرن هذا عفذن سيدي ربي وحده ست خرن إلى يعفذن الأصنام يعفذن إكرد أبو لهب أي مثل وقيد عمي سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسميس للجاهلية قرنس عبد العزى وهو جينا غسك ذا عميس ولكن إفغز دربي ذا خصيم إفغز دي إن في محمد صلى الله عليه وسلم ذا خصيم إذن تسان إذا عذاو اللدود يزدي فغن أي ثمثن يصوض ورقز أجيان وقت سمطوثيس مسفهاما أفتع ذاو ثنين في محمد صلى الله عليه وسلم أثي اتبع أبو لهب ذي تسفغ الرسول صلى الله عليه وسلم من أفثمورا هذي عرض الإسلام أسي قروا يعونا باش أذبلغ الرسالة سيدة ربي أويدي ثبعن السفاء يجين يسيد كل فك سيد ربي سبحانه وتعالى رسالة الإسلام أذي هذا الحشم ذا قل يفوك ذي وإننا في التفاع الفير وهذا وربي أن أبو لهب أسني قاري ورفعني غروة تمنم غروة غروة أذت ثبعن غروة تجم لعادة الجذوذن ون الله أكبر خذ زرطيت مثل وثم تفقين السا أم جميل ثم تطفن أبو لهب أتروح أد تسوين إصغارا أد تسوين أيني لند دمذا أيني لند ذسنن
أسوحت السلسو القبري ذي قد سعدي كنن في موشي صلى الله عليه وسلم ثم تثقي مقرن أم جميل بنت حرب ذو ثمس أبو سفيان ابن حرب أي ثمثن. إذن مشهوري ورقز قيام وقت سمتوثي استعذوث الإسلام استعذوث سيدي ربي استعذوث إن في محمد صلى الله عليه وسلم. والشهد إما كان نيزن ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم إما كفد غاف الصفا إكرد وهذا وربي قيام سيقار تبا لك ألي هذا جماعتنا معسوف إذا عيس سيخصران إذا عيس يهياك يوش بحنن في صلى الله عليه وسلم إن يسر ويقين يغد جمعات من بعد مفارق في اللسي غاشي أيث مثل أثنزلت الصورة يقين ألا قرن الطاقة وحفظن الطاقة ذي الغاشي إذا قروا سيد ربين سبحانه وتعالى إذ قويس بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا قرص ربي الخالق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما دين تبت يعني خسرت وهلكت وقطعت كيف مثل الخسارة البعيدة غن جربين ينجو المؤمنين ذا الخسار ذا الدمار يقلان ذي التبقين أيث مثل يتسدلت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الآية أيضا يقرد وما كيد فرعون إلا في تباب يقرد وما زادوهم غير تتبيب. إذن التب ذي الهلاك أكذ 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 الخسار بعيد غن جربين جي المؤمنين والكيد أماذا الكيد الفرعون أماذا الكيد التميثيس حاشا ما يفنى العمر الدنيث الكيد قاذون ربهم حاشا الهلاك حاشا الرخصار لبعيد غنج ربهم ينجي المؤمنين يغرفون. إذن خسرت وخابت يد أبي لهب يخسر أبو لهب ذاقين أيث مثلنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يند يفسن أبو لهب يقر تبت يدا أبي لهب المراد ذاكين مديو دار يفسني سيد مثلا تنفسي تيس ذات نس من أين سعى القوة يستخدميه خطر الطاقة قوينك خدم العبد كامل سيفسني سيد خدم هكيف مثلا ذاك في دي قصة ربي القوانيس إلا يعني ظن ذلك بما قدمت يداك هكيف مثلا معنى ذينك خدم ذينك تسحلي ذينك يكسف سفوسيس ولكن لأن العلماء يدي قرن يمدينا يداك محسوب المراد باليدين الحقيقة ست في فسنيس أي خطر ميزت ولا ميسينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نينا فذرار نينا الصفا ينيس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إني سكوني تحذر في العقاب من سيدي ربي ماذا قلنا وذو خربالا في العبادة للأصنام ماذا قلت عفيد مرى ربي وحده ماذا قلت قمة كيث خذ ماسا شريكي سيدي ربي أكيد مثلا. ولكن أبو لهب إني استبن لك ألي هذا جماعتنا إذا يرفضي فسني صغر غرس إشتميث أيث مثلا إوهي سوهين أن لقران إيوش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم إيوان دي شقع سيدي ربي خالق الخلق إيوان دي شقع سيدي ربي وشبيح ذو المرسول إلى عفاد الدنيث يرفض فسني صغر غرس وقين وعذو ربي أسيقار تبا لك الخائمة كنين إذا عيس يهياك إذا عيس سخصار ويرفض فسني صغر غرس ويفقند الحشير ويفقند ثاذو تسيفسنينس وإذا نشتاقين سيدي ربي الرئيسي دينيش تبت يدا أبي لهب وتب معنى خسرني في السنين كدر في الذكني غير غرس خسرني في السنين كيسد خدم ذين نديرين إيو حبيفيو إيو نتفكي غير نفين ذا الرسول ذيني الهاني يوني نقوين ذيني الهاني يوني فغان إذن الخسارة الأخسارة أكو الدمار ذي الهلاك أفي في السنين فلاك شنين أي عذاو ربيان
كيف مثلا تبت يد أبي لهب وتب إنيك كيف مثلا العلماء الناس نفكر بالرحمة إنيك خزر كان مرثين دي إديودال الفعل جن تبا معناه إنك تبت يد أبي لهب معناه ذا جن إنك ما كن ذا ذعانك ذعانا لأبي لهب سلهلاك إنيس حاشا لهلاك لهلك نفسنيك حاشا لهلاك أثير كذا حاشا خسرت خسرت تبت يد أبي لهب من بعد قروة تب وإنكو في الحقيقة ذا الصح يهيك وذا الحقيقة ذا الصح يخسر وذا الحقيقة ذا الصح يتشدمر ورقزك يتشدمر وعذو الدين تبت يد أبي لهب وتب أكيت مثل أسيقار ما أغنى عنه ماله وما كسب إنيس وكم من عارة الشنين كتسعي ذاكني ذي العقاب نسيذ ربي وكم من عارة وينك نكسب ذاكين وكم من عارة وينك نتجار ذاكني إنك يعني أكي من ذي العقاب نسيذ ربي يميز تفضل دخصيم حاشا نمنعو كم من عارة حاشا نصارو كين صرارا أكان يثمثن ما أغنى عنه ماله وما كسب خزرت كان أيث مثلا هادي قار وما كسب ها ما أغنى عنه ماله وما كسب أما كنين أدينين أثي من عار الشيس أثي من نعنر والرويس الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه إن خير ما كسب الرجل من عمل يده وإن ولد الرجل من كسبه الخيار وين يكسب ورقاز ذين دي حلذي في ذيس دي حلان السفوسيس يند والدريينس يسنحسب ذي الكسبينس أكان غيث مثلا إذن ينس أكن فع الشيخ أركي منع الشيخ أركي منع الوروي ما أغنى عنه ما له وما كسب الله أكبر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيقار سيصلى نار ذات لهب سبحان الله يعرف ذاكين يثمثن يحكم في اللاس تأكتشو مرجه النمام ولعرف ذاكين مازالث ذي دونيث ويسلد سيم الزغنيس إلا الصورة يجين ذا لا يثقي ثم الحنين مد صبت صور سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذاكين أنا نزر بلي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يزر بلي أبو لهب وديك تشمال غا الإسلام أذي مث أغاف الكفر أذي مث أغاف الشرك غاس يسلاد الصورة يقين يسلاد لا يثقين ولكن وثي تسجر الشيطان وثي تسجر نفسي ثيس أدي قرب غير الدين أذي شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله والصورة يقين يثمثل الدليل من أدلة الإيمان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الله تسجين الدليل باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذا المرسول ذا النبي إيش قاعث سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى خطر أبو لهب مثلا ذا الكافر ويموت ذا الكافر أتصن الكفار ذا المشركين قلنا ولكن خثمن سكتشو من سنغ الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدير في ذن السفينس الذي نغن في محمد صلى الله عليه وسلم الذي نغن الصحابة الكرام ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى يزز دقويس وشم دار الإسلام خالد بن الوليد يثمثن يعذي الله الفران دين ولكن سيد ربي الخالق يختمس الشهد لا إله إلا محمد رسول الله وتصيق خدم الإسلام وين الهان عكرمة بن أبي جهل أم يحبيبنا ربي يقني كيف كيف صفوان بن أمية كيف كيف يثمثن أنشتقي مرة ويقني مرة ذي الكفار ولكن غين ذي المؤمنين أني وكاقين إز ديناني في محمد صلى الله عليه وسلم بلي يعف ذاقين يعني أبو لهب ويسيد اتبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أني وكاقين قزران أنه وكان يزديمين إن في محمد صلى الله عليه وسلم بالليغ إمديسيا أبو لهب القرآن الكريم نزيد كفلس إزمال دي كرسين إمينا كان يفلان أقيش شهد ثورة لا إله إن الله محمد رسول الله أذي شهد لا إله إن الله محمد رسول الله ولكن
لو كان يكشي هذا مكافي الصورة يجي مكان اللي سيصلى نارا ذات لهب مكان يكشي مكة جهنم ونسي شهادة لا إله إلا محمد رسول الله. ولكن ذوينك نين إقزرانك نين باللي وديك تشمر أبو لهب غا الإسلام أذي مثغى في الشرك أذي مثغى في الكفر هذا خطر سيد ربي الزران ذا شيء لان دخي قوية والإزران ذا شيء قعدان إزران غيني لان وإزران غيني تيين ذن تكزران باللي وديك تشمر أبو لهب غا الإسلام وتتجلث نفسي فيس وتتجل الشيطان ذي شهاد أذي كشم غا الإسلام وذوينا غيث مثلا سيد ربي نين إقزران غيني وذن تيان إدين زين الصورة يجي أن تبت يا أبي لهب. إذن الدليل الواضح بلي أنظر بلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا المرسول نسيد ربي أكنا يثمثن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد ومرأته حمالة الحطب اسم تمطوثيس أي مثلا أم جميل بنت حرب بن أمية ذو ثمس من أبو سفيان ذا عمتيس من معاوية كيف مثلا يوصف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بحمالة الحطب كيف مثلا أتصنا الأقوال دنان العلماء إفلسنا رضي ربي فيقين معناه لن وذي قرن بلين مديني حمالة الحطب ميزمال أدي تطبق ويقيم في جميع العباد اكزر عن ثعذوث إقال الغشيم وتسوين النمايم تسوين دقو غروان وزر عن الشر وزر عن ثعذوث كيف مثلا تزرع لبعيد غنجر بنج الممنان الضر إقال ينسي من ألم يتخلق ثعذوث إقال سن ولن الأقوال كي قارن ذا الدنوب ذا السوء العمل يتخدم ثم طوثاكين إذن ومرأته حمالة الحطب ولنك العلماء الراجح حيث مثلا إنك ثم طوثاكين تتسوين إصغارا ذا الشوك ذا سنان ذا مذاغ أين مرة أكو أري عكرا ثيكين بنادم أين مويز ملك وثيق الرفيع أصروح هذا تسلسوية أرزق قفريد النين يكتدوك النين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثي تساوين أفعلوريس أثي تشدو سومرار سومرار وقف الدقار ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أتساوين ذقم قردنيس أثي تشدو أمرار النين من مسد معناه ذوينك النين أمرار النين يجهدنك يتخدم سل الخيوط النين يجهدنك ويزمال في الصغر سيعان أتسوين إصغارنا إصغارنا أتشدو إصغارنا أتنسلسو يقفردنين في محمد صلى الله عليه وسلم أتعقر في كيس تفقن تثاذا وثي سعينانين أمن تساث أمر جزيس أيث مثل ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أكنا أيث مثل والصورة يقين أيث مثل العبد ما تفهم ما كان يتيقي حي أذي ولي بلين تشمل في جميع الأدلة ذي المعجزات أغدي قرن باللين في محمد صلى الله عليه وسلم ذن في ذا الرسول محمد رسول الله محمد رسول الله كيف مثلا يخبر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سشقان أن أبي لهب أكو تسمطفيس ونزيد الصوريقين وسمح السناس أنه ثنين مزاليثن غف فريذنين ديرين أمو ثنين فريذنين ديرين أف الكفر أف الشرك ويوثيثن سيد ربي غر جهنم ويقين أيث مثل إيل سيد ربي وعذيثن سوياقين أنه ثنين مزاليثن ذي دوني ثلا ثقين إذ الدليل الواضح بلي الرسول صلى الله عليه وسلم إسحى وين دي قار أين دي قوين في سيد ربي سبحانه وتعالى إذن محمد رسول الله إذن ذنشتين أريسوغني عبد ريسرني الصورة يقين أيث مثل أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أكان أيث مثل المعنى أدي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أغدي توكيد أديني أين ديني غذي الحق أين
إسين النغي النفي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحق ويزمر يونا ذي عارض ذي قمسليو نغا ذي عارض ذي الحكمينو نغد سيس لانار ذات لهب ذينا إيفان بلين زريغ بلين غسك غس الخفيار إيوار قزاقين يعني أبو لهب فكاس الخفيار أذ يمن النغو يتسمن لك نسياجف ولكن إميد النغ سيس لانار نار ذات لهب معناه الزريغ ويس ويغ بلين ويتخفير ران أفريد العيين الزريغ بلين أذ يخفير دائما ذي مث أفريد الشرك أفريد الكفر إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وي أين ديننا ذي الحق المعنى أدي قار يقطع قيم بلين كينين أنا الأحد الصمد أفايقين إجي إفين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتفوك الصورة يجين يتكمل الصورة النظني قارد قل هو الله أحد كيف مثلا خزر كان سيصلى نار ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المعنى ينس مادام سيد ربي سبحانه وتعالى هو الله أحد أين ديننا مرة الحق أين ديننا مرة يجمل ريون ذي دي عارض أين ديننا مرة أذي تحقق وذي قيم دائما شامخ دائما يفد سلقوينس ظل فضلينس ذي العيسينس ذي الكرمينس أيث مثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.